مشاهدينا معنا من بنغازي عصام التاجوري المحامي والحقوقي المتابع لشؤون درنا. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد عصام. أولا، ما المعلومات التي لديكم حول تقدم القوات المسلحة في مدينة درنا حتى الساعة؟ إلى أين وصلت؟ أولا تحية لكم المتابعين الكرام. أهلا وسهلا. ما راشح الحال من معلومات عبر المواقع الرسمية أو الأشخاص الذين يحملون يملكون صفة أو صلاحية التصريح بالمجريات العملية هناك، تؤكد لي أولا عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو تواجد عناصر جديدة أو وحدات عسكرية جديدة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى درنا لتعزيز القوات التي بدأت التحرك عبر جبال درنا ووديانة وسهولها، باعتبار أن تلك المناطق تحتاج حقيقة للعديد من القوات المسلحة بسبب صعوبة الجغرافيا هناك، وهي السبب الذي للأسف ابتلت به مدينة درنا. درنا الثقافة، الحضارة، الفن في ليبيا عبر التاريخ اختطفت من هذه العناصر المتطرفة سواء في ما بعد 2011 وقبل في التسعينات بسبب جغرافيا صعبة في تلك الجبال والوديان والوعرة والصعبة. بالتالي يبدو ان الجيش الان بدا في حقيقه في قراءه المشهد الدرناوي تحديدا بشكل سليم، الامر الذي يتطلب المزيد من الوحدات العسكريه وايضا من المعلوماتيه والاستخباراتيه والعمل العمليات الخاصه للوصول الى عمق تلك الجبال اكثر منها مدينه درنا. مدينه درنا في داخلها يوجد فقط بعض البوابات والتمركزات الذي وضعوا فيها بعض زي ما نقول مخازن الاسلحه القليله، لكن المعركه الحقيقيه هي معركه محيط درنا الذي تتوسطه الجبال والوديان. تقدمات سجلت اليوم وامس البارحه واكدوا بوجود عدد من المقبول عليهم من هؤلاء العناصر المطلوبه. طيب، دعونا نوصف الحاله، وهو تحديدا عناصر تابعين لتنظيم القاعده الذين اعلنوا عن نفسهم قبل ظهور داعش التي ظهرت في درنا في سنه 2014، ولكن من سنه 2011 لعند 2013 كانت نفس المجلس هذا وهو يعرف عناصر تنظيم القاعده الذين نفذوا اكثر من عمليه 375 عمليه اغتيال، منهم اربع مستشارين بالمحكمه العليا الليبيه، وقاموا بتصفيه النائب العام رحمه الله عليه السيد عبد العزيز الحراري النائب العام للدوله الليبيه في درنا. هم ذات العناصر التي الان لا زالت تسيطر على درنا بعد ان خاضت بعض العمليات العنيفه ما يعرف جيش داعش التي ظهرت في نزاعهم الولايه والملك هناك، واستتابت من استتابتهم من باقي العناصر التي تم ضبطها والقبض عليها وعادت ناجحه الى وعقيدتها وتحويل عقيدتها الى مبايعه خليفة بن لادن البغدادي بدلا من أبو بكر البغدادي. طيب سيد عصام، سواء كان داخل درنا أو محيطها أو في مواقع الجبال كما ذكرت حضرتك، هل لديكم أي معلومات عن أعداد الجماعات المتطرفة التي تسمي نفسها مجلس شورى مجاهدي درنا؟ هل هم كثر؟ هل يوصفون بالقليلين مثلا؟ هنا يصعب معرفة العدد الحقيقي للعناصر الموجودة، خاصة عندما نتحدث عن وجود عناصر أجنبية لا تظهر في المدينة داخل المدينة. هي مدينة صغيرة على فكرة، ليست مترامية الأطراف بالنسبة كحضاريا، لكن جغرافيا أو امتداد مناطق نطاق جغرافي إداري هي ممتدة لما بعد الجبال وغيرها. العناصر الأجنبية معلوماتنا المؤكدة سواء من 2011 إلى 2013 ويعرف ذلك كل محيط درنا والليبيين، لأن وايضا حتى لو نتابع التقارير في سوريا والتقارير في العراق بان جبال درنا اصبحت مكان للانطلاق والتدريب والتاهيل لعناصر داعش والقاعده ومن ثم تنطلق، وكل الجنسيات موجوده في تخوم درنا. فبالتالي عمليه حصر هذه الاعداد صعب حقيقه، انك تطلع بتصريح ممكن تسال عليه بعدين في ظل عدم وجود اعداد او ارقام. هم نفسهم من تقبض على احد منهم لا يستطيع ان يحدد لك هويته، من اسلوب التنظيم المبني على الولاء والطاعه يحجب عنهم ايضا المعلومات، فقط اشخاص مسيرين غير مخيرين مبايعين على الموت وامتهنوا الموت ضد كل الحياه وسبل الحياه في ليبيا والعالم باسره. سيد عصام، ذكرنا خلال تقريرنا اللي عرضناه قبل قليل انه الجيش الليبي يفرض حصار خانق على مدينه درنا، هل هناك تواجد لمدنيين داخل المدينه الصغيره كما وصفتها حضرتك ام فقط افراد الجماعات المتطرفه؟ هو الحصار مفروض على عدم دخول الاسلحه وايضا اي مواد ذات طابع عسكري ممكن تتحول الى مفرقعات او وقود يستعمل، لكن افراد اهل درنا المتواجدين يعني يدخلون ويخرجون بكل حريه لا نبس عليهم، ستجدونهم متواجدين حتى في اجتماعات خارج ليبيا
يدخلون ويخرجون من مدينة درنة تعاني كأسوأ مدينة ليبية في ظل الوضع الاقتصادي المتردد في ليبيا. فقط يحظى فقط دخول أو تسرب هذه المجموعات الإرهابية أو مواد أو أسلحة ممكن أن تسبب أو تساهم في تقوية هذه المجموعات المسلحة. شكرا. حقيقة حتى كان هناك إشكالية نعم. الوقود المغذي للمستشفيات تم حله وهو يدخل الآن بشكل عادي واحتيادي الوقود اللازم لتشغيل غرف العمليات و عفوا التبريد داخل هذه المستشفيات. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا من بنغازي عصام التاجوري المحامي والحقوقي المتابع لشؤون درنة.